Ahora me habló de un علمتم أنكم ستمدون جسر مساعدات إنسانية إلى غزة، وذكرتم بأن دولا أخرى من أمريكا اللاتينية يمكن أن تشارك مع فنزويلا في إرسال المعونات إلى غزة. ما هي هذه الدول وكيف ستوصلون المساعدات في ظل الحصار؟ المشكلة الكبرى هي كيفية إيصالها. نحن نتداول مع الجاليات العربية هنا، ففي فنزويلا جاليات عربية كبيرة من سوريا ولبنان وفلسطين تضم أكثر من مليون من العرب والمنحدرين من أصول عربية، كلهم متأثرون بالوضع في غزة ومتعاونون، ونحن نجهز عدة دفعات من المساعدات الإنسانية من الأدوية بشكل رئيسي والمياه، لأنهم طلبوا منا المياه بشكل عاجل بسبب الأزمة التي يعيشها أهل غزة. المواد الغذائية أيضا التي لا تفسد، لكن المشكلة هي إيصالها. نحن نؤمن بأنه يكفي لتحقيق الشيء أن تكون لدى الإنسان إرادة. لدينا الإرادة ومتأكدون أننا سنوصل المساعدات إلى أشقائنا في فلسطين. ماذا عن دول أمريكا اللاتينية الأخرى؟ بكل تأكيد في الأيام القليلة المقبلة سوف نعلن عن تنسيق للدعم من عدة دول في القارة ومع الجاليات العربية والمسلمة التي تعيش في بلادنا ومع المنظمات الاجتماعية. هذا واجب علينا تجاه أشقاء لنا يناضلون منذ سنوات طويلة. وعندما يرى الإنسان الصور في التلفزيون إنها مؤثرة كثيرا. هناك صحيفة فنزويلية مسائية نشرت صورة فظيعة حقا، وإذا كان هناك أي إنسان لا يتأثر بها فلا بد أنه فقد إنسانيته. هذه الصورة هي أكبر رمز على ظلم وجرم أولئك الذين يحكمون إسرائيل ويتخذون قرارات بالهجوم على الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة الدنيئة، لكي يسود الرعب ليلا وفجرا ويقتل الرجال والنساء وخاصة الأطفال. وكم مدرسة وكم بيتا بسيطا قصفوا، وكم قتلوا في الشوارع باسم ماذا؟ عما يدافع أولئك الذين يقذفون القنابل؟ عما يدافع الجنود الإسرائيليون عندما يقتحمون المنازل الفلسطينية المتواضعة؟ ما هي قضيتهم؟ قضيتهم هي الموت. ليست لديهم قضية عادلة. هم الآن عراة أخلاقيا أمام العالم، ويجب أن نهزمهم أخلاقيا وسياسيا وعسكريا. وقريبا قريبا سوف نرى كيف سيرافق العالم الشعب الفلسطيني في تشييد السلام العادل قريبا. الشعوب العربية تتابع قرار فنزويلا بدهشة وتتساءل كيف لبلد بعيد ليس عربيا وليس مسلما لا تهاجمه إسرائيل لا مباشرة ولا بشكل غير مباشر أن يتخذ قرارا سياسيا بهذه الجرأة. ويشعرون بالخزي لأن دولة عربية لم تطرد أي سفير إسرائيلي. أنتم الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بذلك. يا ترى ما هي رسالتكم إلى العرب؟ هل تضعون لهم مثالا لكي يستيقظوا، لكي يتخذوا قرارات مماثلة؟ نحن نقوم بما يترتب علينا القيام به بموجب قناعاتنا، ومع أنها تحركات متواضعة إلا أنها بالنسبة لنا مهمة جدا. الكل عليه أن يفعل ما يترتب عليه، فليضع الجميع يده على قلبه ويسأل نفسه وضميره هل يفعل ما يكفي للشعب الفلسطيني؟ إذا كان الجواب هو لا فلا بأس، بإمكانه البدء الآن،
فأي وقت هو اللحظة المناسبة للبدء من المنزل أو من مكان العمل أو من مكان الدراسة أو من المجتمع أو من المنصب الرسمي أيا كان، رئيسا أو رئيس وزراء أو ملكا أو وزير خارجية، كان من كان، جنديا أو ضابطا، مهما يكون لقبه، يسأل نفسه بصراحة ما إذا كان يفعل ما يكفي للشعب الفلسطيني. هناك سوابق تاريخية كثيرة مماثلة وأحداث وقف العالم أمامها مكتوف الأيدي. إلى كل من يسمعنا الآن وخاصة اليهود أينما كانوا في العالم، أطلب منكم أن تضعوا أيديكم على صدوركم وتفكروا جيدا. هل نضالكم على مدى سنين طويلة كان من أجل دعم دولة تقتل الرجال والنساء الأبرياء؟ هل تعتقدون أنهم سيعيشون بسلام بعد هذه المجازر وبعد قصف الطائرات؟ أبدا، سيمر 1000 عام ولن يعيشوا بسلام. إذا كان الشعب اليهودي يريد السلام ويريد احترام العالم فعليه أن يتحرك ويرفع صوته لمنع استمرار هذه المجازر. نحن إذن نفعل ما يترتب علينا ونأمل أن يتحرك أشقاؤنا العرب وأشقاؤنا في العالم، في أوروبا والولايات المتحدة يهودا ومسيحيين، هنا في أمريكا اللاتينية وفي الكاريبي وفي آسيا وفي العالم أجمع. نحن تحركنا لأن فلسطين هي قضية عالمية. فلسطين هي مركز ذو خصوصية في تاريخ الإنسانية الروحي، هي قضية عالقة، وعلى الجميع في العالم أن يشعر بالخزي بوجود نموذج قائم اليوم على كيفية اقتلاع شعب بأكمله من أرضه ومن حياته منذ عام 48. هذا عار على البشرية. قضية فلسطين قضية عالقة لن تحلها النخب، سواء كان رئيس الولايات المتحدة أو رئيس الوزراء البريطاني. هؤلاء لن يحل مشكلة فلسطين، بل ستحلها شعوب العالم بالتعبئة الشعبية وبتطبيق معايير العدالة الدولية. لا أظن أن أحدا من زعماء الجاليات اليهودية في العالم ومن أفرادها يوافقون على قتل النساء والأطفال. لا توجد قضية هنا، هناك لا تكافؤ. عندما تستخدم أحدث الطائرات في العالم وأحدث المروحيات وأسلحة محرمة دوليا مثل القنابل الفسفورية التي رآها العالم بأجمعه وهي تطلق ضد الشعب الفلسطيني، هناك لا تكافؤ. عندما يرمي طفل فلسطيني حجرا على دبابة، هناك لا تكافؤ في استخدام القوة، وهذا أدى إلى المجزرة التي يجب إدانتها من قبل الشعب اليهودي نفسه قبل غيره. أنا أتوجه إلى الشعب اليهودي وأقول له، هذا ليس ضدكم، هذا ليس عداء للسامية، إنه فخ نصبته النخب الإسرائيلية. فكلما تحدث أحد ضد جرائمهم يقولون إن ذلك عداء للسامية، هذا كذب، فهم المعادون للسامية. أولئك الذين يرتكبون المجازر ضد الشعب الفلسطيني لأنهم بذلك يولدون كراهية عالمية ضد الشعب اليهودي، وهي كراهية شديدة وتزداد شدة. وأعتقد أن العالم سوف يشهد مفاجآت في الأشهر وفي السنوات المقبلة. الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يشعر بأنه وحده. اليوم يرافقه الملايين في العالم، وهذه القوة التي تلد وحدها ستصنع المعجزات في المستقبل. نحن متأكدون بأن الضمير العالمي ينتفض حول هذه المجزرة الكبرى. الجالية اليهودية في فنزويلا، منذ سحبتهم القائم بالعمل الفنزويلي من تل أبيب عام 2006 احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على لبنان، هذه الجالية بدأ لديها تخوف من حكومة تشافيز حينذاك. ماذا تقولون لها الآن وقد اتخذتم قرارا أقوى من قرار 2006، لأنكم هذه المرة طردتم غالبية موظفي السفارة؟